نخرج. الماثلة في قفص التيام هذا اليوم هي المسمات والمدعوة، وأمدحماني بصفتها أولا ممثلة، ثانيا مغنية، ثالثا مقدمة برامج تلفزيونية وأشياء أخرى. شكرا لك، وأنا جدا سعيدة بالتواجد في أول شيء في هذا المكان الجميل، لأن الاستوديو جديد، مبروك، وأتمنى أنك تكون طيب ولطيف معي بليز. شوف حاليا يا حاليا أبحث أن أكون سكسي. شو مرة منعك دخل الكويت وقيلة كاع؟ منعت من الكويت، من دخول الكويت. أنا ما عنديش أعداء، أنا ما كنبغيش ندير أعداء، ومش أنا اللي قلتها، نقاد فنيين أكبر عني وفاهمين في الفن وموسيقيين كبار. أوكي، وخلي الناس اللي يتابعوا إن شاء الله هذه الحلقة يدخلوا يديروا شوية الاجتهادات ويقلبوا في جوجل ويوتيوب، لأن مش أنا اللي كنقول هذا الشيء، أنا كنوافق. شحال من عملية تجميل درتي وئام دحماني؟ جوج. أنت متبع كل شيء. أنا كنقل لك غير التهم اللي كيوجهوا لك. أقول لك حاجة، خليهم يفكروا اللي يفكروا. أتمنى إن شاء الله أنكم تتابعوني في حلقة جديدة مع الأخ رضوان في قفص الاتهام، وعلى فكرة رمي الدم مني باش ينقص منه وئام دحماني.